مرحبا مرحبا بأشطاري، وهذا اسم جميل ديال أشطاري، وهذا الشيء اللي طاري خصنا نقولوه. مرحبا مرحبا ومرحبا بكم في داركم في الدار. هو السعيدي كيبقى دائما تلميذ من تلامذة البلد الحبيب في الفن وفي الشعر وفي اللحن وفي الغناء كذلك. بالنسبة للناس اللي كيشتغلوا معايا أو الدومين ديال الإعلام أو الصحافة أو السينما أو الرياضة أو المجال الغناء أو مجال الموسيقى، الكل كيعرف السعيدي لأن الكل كيشتغل معايا. ولكن بالنسبة للجمهور، الجمهور الحبيب يعني غادي يشوفك وغيعرفك على طريق الإعلام. كاين بعض الاعلام او بعض هذا اللي مثلا ما كدوش فيهم او ما كيعيطولكش او هذا، لان على هذه الطريقه غادي يشوفك الجمهور. احنا بارك علينا غير هكا، وإلا كانوا حابسين هذيك الباب بعض الناس الله يهديهم، راه كاين اللي حتى لاخر ايام وعاد كتشعل ليه الشمعة. والجديد هو دائما الحمد لله في هاد الايام اللي قلت تقريبا دابا راه قربت تكمل سنه في كورونا، وان هاد السنه راه غادي نكون درت فيها تبارك الله واحد 14 العمل الاغاني اللي مع فنانه اللي هما تبارك الله عندهم اسماء كبيره، وواحد جوج الملحمات اللي هما غيخرجوا للوجود ان شاء الله، لان دائما ثقيل في اعمالي ثقيل، وكنبغي نخدم مع الناس اللي هما طيبين وخلوقين، وكنحب الاخلاق بزاف. وهي باش ما نحرقش الاوراق ديال الاعمال، هما يعني الا بغيتي تقول اسماء من الطينه الجميله يعني اللي هما يعني دخلوا الاصوات ديالهم، بعدا دخلوا الاصوات ديالهم في الاعمال. يعني حنا راه دخلنا الاصوات، باقيين كنتسناو غير التصوير، ولكن غادي نخبر نعطيك بعض الاسماء اللي هي يعني اشتغلت، مثلا بحال الفنان عبد العلي انوار، الفنان حاتم ادار، الفنانه مروان البتول، رجاء قصابني، يعني مراد بوريقي، لائحه طويله. مثلا غنعطيك عاود من امريكا عويطه كزينه، يعني ما نفتحش الكل، لان مشاركه في هاد الاعمال تقريبا واحد 160 فنان. وهو ديو مع كزينه مع الحاجه الحمدويه، هو في حد ذاته كيف ما بغى يكون جميل، لان الحاجه الحمدويه هرم من الاهرامات الفنيه في هذا البلد الحبيب، وكزينه عويطه فنانه صغيره وباقي يعني يلاه بدات الحياه ديالها، وبدات بواحد القوه وبواحد الجديه وبواحد الجماليه، لان ما تنساش باللي ان كزينه عويطه فنانه وملكه جمال بالديار الامريكيه. السميح هو الاحتكار ديال هذه الفنانه. انا كنظن الفنان اللي عنده اسمه ماشي هو اللي محتكر، هما دوك الناس اللي هما معدين او مقدمين او كذا اللي كيشوفوا ديما ديك النظره، هذاك الفنان خصو ما يعيطوا ليه لا في هنا ولا في هنا، وكيبان لك داز بجوج المرات وكذا، يعني كيبقى الفنان اللي هو فنان راه هما اللي كيعيطوا ليه، لانه ما ناخذوهاش بالبوز او ما ناخذوهاش بالسميه او ما ناخذوهاش بهذه، لا. ولكن راه حتى فنان ما غيبغي يحتكر، كاع الفنانه غيبغيو خوتهم الفنانه يدوزوا، لان انا كنعيش معاهم كاملين وكنعرفوا واحد واحد وكنعرف قلوبهم كي دايره. كاين الفنان اللي كيدوز جوج مرات وثلاثه د المرات كيقول يا ودي والله الا كيبقاو فيا فلان وفلان وفلان ما عليهمش الاهتمام، ولكن هذا الشيء ما كيبقاش عند الفنانه. ما نقولش الاحتكار ديال الفنانه، ولكن احتكار هذا الشيء كيديروه المقدمين والمعدين اللي كيعرفوا الفنان، كل فنان فنان وكل فنان اش كيديك وفاش مختص، هما اللي كيحرموه. اما احتكار الفنان كنظن انا اي فنان له اسمه وكيحترم عمله وكيحترم اسمه وما يبغيش يبقى يبان. لا هادو ماشي ما دايرينش بحث، دايرين بحث وعارفينهم وكيعرفوهم وصحابهم وكيعرفوهم
ولكن هنا كاين اشياء يعلمها الله، يعلمها الله. لانني انا اعوذ بالله من قلت انا طرقت باب معد ديال برامج ديال السهرات، رغم انه اشتغل معايا في اعمال ديالي وغنى معايا في ملاحم ديالي، وطرقت بابه وقلتها له مباشره امام في واحد الحفل كانت ديرو السفير ديال مصر، وقلتها له مباشره، وقال لي واخا. من بعد وليت كنعيط ليه، ما عمرو بقى كيجاوبني. وهذا هو اللي عنده السهرات تقريبا كلهم. علاش مثلا حارمني انا؟ اش بيني وبينه؟ انا بيني وبينه حتى شي حاجه، وكن اكن له كل الاحترام وقدره، اعرف كان نعرفه باللي فنان كبير وكذا وكل شيء، ولكن ما له حارمني انا. مثلا انا كندوي على راسي، ولكن انا راه ما عمري دويت على راسي بوحدي، ومحرومين بعد الفنان اخرين اللي هما اسماء، فهمتيني؟ ويلا جا يبحث خصو يبقى خصو يدير عليا يعني في البحث ديال الاعمال ديالي، خصو واحد العام باش يكمل غير الاعمال اللي درت في حياتي، ولكن ما بغاش يدوزني هو. اما ما نظنش انا المسؤولين الكبار مثلا المدير العام ديال واحد القناه ما غيبغيش يدوز فلان او فلان او فلان، لا، المدير العام كيشمل القناه كلها وكيعرف اشنو، ولكن ما كيعرفش شنو دايز، اشنو واقع، اشنو هذا. يعني المدير العام دائما ديال واحد المؤسسه كيبقى هو الكبير، ولكن ما عارفش هو الفنانه وهادي 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 وهادي، ما كيعرفش هو هادشي كنظن. ولكن انا كي قلت لك كيدوي مع بعض الاعلاميين، واعلامي كتصيفط لي ان باكاج ديالك وتيجاوبك وتيقول لك تبارك الله وهادشي وكذا وصافي، ان شاء الله غادي نعيطوا لك. وسير عام عامين ثلاث سنين كتولي تشوف ناس دايزه، يلاه بدات وانت اللي عندك واحد التاريخ مثلا ديال 40 سنه في الدومين ما كيعيطلكش، فهمتيني؟ هذا جواب على هادشي اللي قلتي. الرساله ديالي لهم كنقول لهم راه كاين الله، كاين الله، وكاين القلوب الطيبة، خاص يكون عندهم قلوب طيبة وقلوب كتخاف الله باش يعطيو لكل ذي حق حقه. أنا ما كننفيش أن الشباب اللي كاينين اليوم أعطاو الأغنية المغربية أكثر من الجمالية، ولكن ما ننساش أن حنا صنعنا الأغنية وحطينا ما عندنا في الداخل ديالنا في الاغاني المغربيه الوطنيه ديالنا وفي الملاحم ديالنا، ولكن هاد الناس محيديننا. كيبقى بيننا وبينهم الله سبحانه وتعالى. انا اش غنقول لك، هاد كورونا الله يجعل ربي يرفع على العالم كله، هي هلكات ماشي غير الفنان، هلكات الفنان وهلكات المواطنين كاملين، وهلكات 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 بزاف يعني كورونا، ومن ضمنهم الفنان. ولكن الفنان خاص يكون عنده شي حاجه اللي هي كتدخل عليه كيتساعد بها في هذا الوقت. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان بعض الجهات المسؤوله تلتفت للفنان وتشوف من الحال ديالو. اما ان بعض الفنانين اللي قلتي باعوا الالات ديالهم او نظرا لظروف المرض والظروف العيش، هذا الشيء سمعناه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.